سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد لله السماوات. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا، وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. إنك أنت الله سميع قريب مجيب الدعوات، أنت الله يا قاضي الحاجات، أنت الله يا قاضي الحاجات، أنت الله يا بديع السماوات والأرض، أنت الله يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا. لك الحمد يا الله، لك الشكر يا رحمن، لك الثناء يا رحيم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا أحدا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هاما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها، إلا أعنتها، إلا استجبتها، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم نوّر بيوتنا بقراءة القرآن، اللهم نوّر قلوبنا بتدبر القرآن، اللهم نوّر قبورنا بشفاعة القرآن،
يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام استجب منا دعاءنا يا رحمن اللهم انصر إخواننا المظلومين في برما اللهم انصر إخواننا المقتولين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المقتولين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام اللهم انصر إخواننا في كل مكان أنت تعلم بأحوالهم أنت تعلم بأوضاعهم انصرهم على أعدائهم أنت الله القوي القهار دمر أعداءك اليهود الغاصبين دمر أعداءك اليهود الغاصبين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من القائمين بليلة القدر اللهم اجعلنا من الذاكرين بليلة القدر اللهم اجعلنا من الراكعين بليلة القدر أنت تعلم منا يا الله هل في الوجود رب سواك فيدعى وهل في الكون رب سواك فيرجى أنت الله العزيز الغفار أنت الله التواب الرحيم يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من العابدين بك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل عباداتنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر